هذول النقطتين، هاي اوبريتنج بوينت وهاي اوبريتنج بوينت، هذا بيجيبنا للكيو اتش كيرف تبعت المضخه. اي مضخه؟ في اي مضخه سنتريفيوجال بامب في علاقه بين الكيو والاتش، بنحط عاده الكيو هون والكيو اللي هو فلو، وراح نحطه بالحاله هاي بالمترز بير مينت لانه كيوبيك مترز بير سكند غير منطقي، هاي ارقام صغيره جدا، وراح نحطه بشيء منطقي نفهمه اللي هو ليترز بير مينت، واللي هي كانت من 10 الى 80، خلينا نقول هي 80 تقريبا، هي 40، هي 60، هي 20، هي 10، هي 30، وعندي هاي 10 20 30 40 50 60 70 80. عندي نقطتين اللي هم بالهيد كانوا 14 و 22، فخلينا نقول تقريبا هاي 20، هاي 10، وهي تقريبا هون 22، وهي تقريبا هون 15، وهي 14 متر، وهذا اللي هو هيد، راح نستعمل له الرمز H. اي سنتريفيوجال بامب في علاقه عكسيه ما بين الفلو والهيد، ناخذ النقطتين اللي احنا طلعوا معنا او اللي هو اعطانا اياهم الصحيح، اعطانا هو 10 و22، اي نقطه، واعطاني 80 و14. هلا انا راح اوصل بينهم بخط مستقيم، انا ما بقول انه العلاقه خط مستقيم بس قريبه للخط المستقيم، فراح تكون عندي هاي علاقه. فانا البمب هاي عمالي بقول انه في علاقه بين الهيد والفلو، العلاقه بين الهيد والفلو انا ما بقول انها خط مستقيم، بس المنطقه هاي اللي احنا رسمناها قريبه للخط المستقيم، وكاني عمالي بقول خذ هيد رجع لي هيد وخذ فلو حسب المكان اللي انت بتركب فيه. لكن اذا رجعتوا للنيم بليت تبعت هاي الماكسيمم هيد كان 23، ما بقدر ياخذ اكثر من 23 متر، والمينيمم هيد 14. واحتمال كمان رح احكي لك شيء عن السكشن، قديش طول السكشن، قديش اللي لازم يكون في، هل في ماكسيمم قديش بيقدر هو يسحب. وطبعا الفرق بالهيد هو ما بين اعلى نقطه فوق والنقطه اللي تحت اللي عماله باخذ منها الليكويد. هذه علاقه مهمه وهذه اسمها الكيو اتش لأي بامب. لاحظوا الافشنسي، شو كانت الافشنسي؟ كانت عندي منخفضه جدا هون 9%، بعد النقطه هاي كانت تقريبا لو جينا حطينا اكسس ثاني هون حطينا هذا هون الافشنسي، لاحظوا عند النقطه هاي عند الاوبريتنج بوينت هاي كانت تقريبا، يعني لو قلنا هون النقطة هاي شو وصلت؟ كانت عندي 40%، خلينا نقول هاي 50 50، هي تقريبا 30، هي 20، هي 10، وهي 40%، كانت عندي تقريبا 49. نحط اللون الثاني، نحط اللون الثاني اللي كانت عند النقطة هاي. بالعكس ايش بال 22 كانت 9%. اه 22، اسف 22 كانت 9%، صحيح كلامك صح. هاي وبعدين عندي ارتفعت الى حوالي 49 تقريبا 50% عند النقطه هاي. هلا انا ما بعرف الخط مستقيم، هي مش خط مستقيم بس ممكن تكون شيء زي هيك الافشنسي، وهاي اللي هي الافشنسي تبعت السيستم اللي هو الخط الازرق هذا اللي موجود. فالافشنسي بتختلف اختلاف كبير عندنا هون، وفي بوينت بتكون قريبه من الاوبتيمم او بتعطيني اوبتيمم افشنسي. اوكي ماشي، هذا الاناليسيس لحد الان لهاي البامب.